أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وتجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، في هذه الجلسة نقرأ قول الله تعالى: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. ومن خلال هذه الآية وغيرها يتبين أن كتاب الله حريص على تثبيت مشاهد القيامة في ذهن الإنسان وفكره، بمعنى أنها قضية القيامة وما يقع فيها هي من الأمور المندرجة في المعتقد. فهناك في المعتقد أجزاء، منها ما يتعلق بوجود الله، وما يتعلق بوجود الملائكة والأنبياء وما إلى ذلك، ومنها ما يتعلق بالمعاد. وهذه سمعيات نسميها من الآن سمعيات، معنى أن الإنسان لا يمكن أن يصل إليها إلا من خلال النص الذي يثق به. فإذا كان الإنسان يأخذ من القرآن وصحيح السنة فإنه يأخذ بهذه المعلومات، لكن الذي يقطع الصلة بالقرآن لا يمكنه أن يفيد من هذا. الذي لا يقرأ القرآن، الذي لا يؤمن بالقرآن، الذي لا يهتم بكون القرآن مصدرا للمعرفة، لا تأتيه هذه المعرفة، وبالتالي يبقى دائما ذهنه فارغا، لا ننتظر منه. وإذا كان ذهن الإنسان فارغا من هذه الجزئيات التي هي من المعاد، من اليوم الآخر، فمعنى ذلك أنه لا يؤمن باليوم الآخر، وأنه سيتصرف بناء على عدم إيمانه. أي الذي يتصرف بناء على عدم إيمانه هو هذا الإنسان الذي يفعل كل شيء، الذي نراه يقتل الناس، الذي نراه يتهم، الذي نراه يكذب، الذي نراه هذا الشيء الذي ترى، كل ما تسمعون إنما هو أثر عملي لعدم الإيمان بالآخرة. فهذا الذي لا يصلي، لما لا يصلي؟ لأنه أساساً ليس متأكداً من يوم الحساب الذي يحاسب فيه. هذا الذي يفعل كل الأفاعيل والمرتشون الذين يتحدث الناس عنهم في محاربة الفساد وميلاد، فأول درجات محاربة الفساد وتوثيق العقيدة ووصل الإنسان بالعقيدة وجعل هذا الإنسان مؤمناً حقيقةً، مش حافظ للقضايا، مؤمن، مصدق، موقن. هذا الذي يجعل الإنسان يتحمل، إن حياة الإنسان مطلوب فيها أشياء كثيرة. بعض المرات يأتيك شخص يسألك: هل يجوز لي هذا؟ مجرد أنه مثلا يقع لدينا شيء من الضيق، هل يجوز لي أن أعطي الرشوة؟ هل يجوز لي؟ ودائما يسأل عن ما يجوز له، ولكن لو لا يسأل عن ما يجب عليه. يجوز لي هذه، يجوز لي هذه، يجوز لي هذه، بمعنى هو في تنازل. انتم لاحظوا هذا، فاذا فتحت هذا الباب وقع الانهيار النهائي. الذي يستطيع ان يثبت هو الذي له عقيده كتلك التي ترونها، هي التي جاءت الناس يخافون من الله تعالى، لا يقعون في المحرمات. وهؤلاء فعلا، انا حينما يسالني شخص بامراه ولا بالتليفون يقول لك: انا وقع لي ذات يوم أنني أخذت مالا حراما، كيف أتخلص؟ ما أعرف من نظري أمن بالآخرة، لما أمش بالآخرة ما تسواش، وخا يدير اللي دار، وخا يكون نابت في الجامع ما تستنى منه حتى شي حاجة. كاين اللي نابت في الجامع، كاين اللي نابت في الجامع، وليس له حقيقة الإيمان، إنما هو موجود في المجلس، في بحال واحد موجود في نادي رياضي، واحد موجود في نادي ثقافي، وموجود في نادي ديني، صافي، لا أقل ولا أكثر. ولكن ما بعد ذلك، كل ذلك لا أثر للإيمان فيه، لا أثر للإيمان فيه. على كل حال، لهذا السبب أقول: إلى كتاب الله إذ يقف مع هذه الأشياء ويحقق فيها القول، فلأنها شيء مهم في تكوين الإنسان، في تربية الإنسان، شيء محفوظات، هذه تربية، هذا وضع الإنسان في الطريق الصحيح. لذلك على الإنسان أن يقرأ هذه الأشياء في هذه الآيات، ويقرأ في كتب تذكير، كتب المواعظ التي طبعا الصحيح التي بينت هذا، لأن هذا هو الذي تربى به. ما غدناش يمكن نربي الناس بخلاف ما جاء به القرآن وصحيح السنة. الله الذي خلق الناس يعرف ما يصلح لتربيتهم، فهو لذلك يذكر هذه الأشياء ليتأكد منها الناس. إذن فهو يتحدث عن الصور، ونفخ في الصور. هذه حقيقة
قرآنية وموجودة في كتاب الله وفي السنة كذلك، ويجب على الإنسان اعتقادها. بمعنى أن يوم القيامة وما إلى ذلك ليس قضية رمزية كما يريد البعض أن يقول، مسألة أنها تحيى النفوس وكذا، شيء مما قاله بعض الفلاسفة، لا، هذا شيء موثق فيه جزئيات وفيه أشياء ومعالم واضحة. إذا أنت آمنت بأن الإيمان الآخرة مثلا ستكون آخرة ولكن لا أعرف كيف تكون، فأنك لم تؤمن بها. لكن حينما تؤمن بجزئياتها بتفاصيلها، تؤمن بالصور، تؤمن بالبعث، تؤمن بالحوض، تؤمن بتطاير الصحف، تؤمن بالحساب، هذه أشياء ضرورية. وقراءة العقيدة لهذا السبب كانت تقرأ العقيدة، مش باش يحفظها الإنسان، لأجل أن يتأكد من كل هذا الشيء. فهذا الصور كما ذكرت لكم في مستهل أو في آخر الدرس الماضي هو شيء مما تحدث القرآن عنه، سمى الصور وسمي الناقور، فإذا نقر في الناقور ذلك يومئذ يوم العسير على الكافر. فهذا الناقور هذا الصور أراد الله تعالى من الناس أن يعرفوا. يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى موضحة لهذا، ومنها حديث في صحيح مسلم أنه في آخر الزمان أو حينما يوشك الدنيا على تنتهي، فإن أشياء تقع فيرسل الله ريحا باردة تأتي من قبل الشام، هذا بالنسبة للمدينة المنورة التي كان فيها النبي، فتأخذ وتقبض كل روح مؤمنة، تدخل هذه الريح الطيبة فتقبض كل روح مؤمنة وتدخل على هؤلاء الناس في أماكن، حتى لو أن أحدهم كان في كبد جبل لدخلت عليه. هذه الريح تدرك الناس حتى لو أنهم اختفوا وتحصنوا ودخلوا في كبد جبل لدخلت عليهم وأدركتهم، ثم إنهم يموتون موتة هادئة ليكون نهاية هذا الإنسان الصالح. ثم إن الناس بعد ذلك يبقون، الذين يبقون هم شرار الخلق كما ورد، لا تقوم الدنيا إلا على شرار الخلق. هؤلاء أناس ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أناس يكونون كذلك، فبعد نزول المسيح الدجال وما إلى ذلك يكونون كما ورد في الحديث في وضع جيد، ضارة أو دار رزقهم، حسن معيشتهم، لاحظوا هذا القضية، دار رزقهم حسن معيشتهم، بمعنى الناس في هذه اللحظة لن يكونوا في فقر، لن يكونوا في حاجة، سيكون رزقهم فيه الكثير، معيشتهم حسنة، ليس فيها شظف، ليس فيها شيء مما يشق على الناس. بمعنى أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء مهم جدا، أن الحياة في هذه الحالة تكون حياة موسعة، المال يكون في بأيدي الناس كثير. وأنتم تلاحظون أن الناس، ليس الإسلام لا يريد أن يضيق على الناس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يحكي شيء مما سيقع، لأن هذا المسيح الدجال حينما يأتي ويستدعي الناس لأن للشيطان ويستدعيهم لأن يسجدوا، قالوا بما تأمرون، قال اسجدوا للأصنام. فإن هذا المسيح الدجال شأنه أنه صاحب مال، وأنه يمر على الأرض الخربة فيحول أرضها ذهبا، أي هو بماذا يستدعي الناس؟ بالمال، لأن هذا المسيح الدجال وسيلته ليست هي الخطاب، ليست هي الكلام، ليست هي الموعظة الحسنة، بل هي الإغراء تعالى. وأنتم تلاحظون الآن أن في الناس الآن قابلية كبيرة جدا لترك المبادئ في مقابل أخذ المال. أي فيما سبق كان هناك اعتزاز بالإيمان، هذا الاعتزاز أصبح الآن ينهار، ويصبح الإغراء بالمال سواء وصله الإنسان أو لم يصل أهم شيء، أعطني المال
أفعل كل شيء كما قال إنه يدعوهم لعبادة الأوثان الأصنام فيفعلوا. لاحظ حينما تأخذون المجتمع المسلم كما تعرفونه أنتم تجدونه معتزا، أول ما هو معتز معتز بالإيمان لا بشيء آخر، وبكونه سبب كونه معتزا بالإيمان فهو يحافظ عليه ويدافع عن الإيمان ويسعى في تقوية الإيمان. لا يعنيه الشيء الكثير، لا يعني الشيء الكثير منه. كان الناس فيما سبق أناسا كانوا بسطاء، كانوا أناسا عاديين. حينما تقول لفلان ماذا تريد لولدك أن يكون، قل أساسا أن يكون مؤمنا. كان الناس بعض مرات بعض الدول كانت تستقدم الناس من البادية، هم فقراء، قل لغة تمشي لفلان تمشي تخدم في كذا كذا، قل لا ما يمشيش ولدي، قل له هذيك فيه كفر، يخاف على ولده من الكفر خوفا كبيرا. حتى في الدراسات، كانوا يخافون بعض المرات إذا عرفوا بأنهم ما تخوف منه هؤلاء، لم يكن كله باطلا، وكل هذا كانوا جامدين، وكانوا ما كانوش جامدين، كانوا يحبون العلم ما كانوا يكرهوه ويخافون من الكفر. دليل أنهم كانوا يحبون العلم أن كان عندهم تعليم أيضا، أي لما جاءت فرنسا ما كانت نجبرتناش أميين كما يريد البعض، كنا فينا علماء، كنا فيها مؤسسات، فيه القرويين، فيه المدارس التي توجد، والناس يقرؤون، وكتب الناس الكثير الكثير، فإن هذا دليل على محبتهم للعلم. ولكن في مقابل ذلك كانوا يكرهون ويخافون أن يقعوا في تحت سلطة الكافر، وكانوا دائما يقولون الفقهاء ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا في كل الأشياء. هذه الآية وحدها حررت الشعوب الإسلامية، هذه الآية وحدها حررت الشعوب، لن يكون للكافر على المؤمن سلطة، ليس له سلاح، ليس له، ولكن مع ذلك يجب أن يدافع، لا يستسلم، لا ينقاد، لا يعطي ظهره للكافر لأنه يعده بالمال. ثم تغيرت الأشياء، ثم أصبح الناس لا يبالون إيمان ماشي ماشي مهم، فيها الفلوس ولا ما فيهاش الفلوس. أنا بعض المرات ماشي نسمعنا ماشي هكا، أنا بعض المرات ماشي، وأنا دائما نقول لكم هذا، نسمع ناس ديال الدين فقهاء وعلماء وأئمة، فيها ولا ما فيهاش؟ فيها الخلا والدلا، واش فيها؟ واش سألت على الإيمان ولا سألت على الفلوس؟ غادي تمشي وتخليهم أنت الفلوس. راه كثير من الناس الآن غادي يطردوا ويخليوا الفلوس عندهم، ماهمش فقراء، يدوا لهم فقراء لأنهم فقراء في أنفسهم، ولكن أساس ما ينبغي أن تفعله هو أن تكون ذا علاقة صحيحة سليمة مع الله. الفلوس ماشي حرام، ولكن ما يمكنكش تضيع الإيمان ديالك، ها؟ يمكنكش تضيع الإيمان ديالك وتبقى تزيد أنت تسالم في كل شيء وتجاري في كل شيء وفي القلاء. ما شوف صورة نحكيها لبعض الناس، الناس كانوا يخافون الله تعالى ويخافون ولا يقعون في المحارم. يجي واحد الشاب عنده الأسرة ديالو يتواصل مع في الانترنت مع فتاة ولا امرأة في دولة أوروبية، تواصل معها ثم يستدعيها، ما شنو هو باغي؟ باغي يتزوجها، ماشي يتزوجها، باغي يتزوج الكواغ تاعها، روح عارف كاع كي دايره وشكون فين فاتت وفين قعدت ولا احسن منها يشترط فيها شروط من المسلم، اذا كانت مسلمه يدير فيها شروط ديال حور العين، كيبغي يتزوجها مسلمه يتشرط فيها كل شيء، تكون دايره ودايره 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 وباها يشعر، كي يجي من خارج ما يشترط فيها حتى شي حاجه. يا الله الحد الادنى بشر وصافي، ما تكونش حيوان اخر ولا شيء، غير جيبوا بشر وصافي. ثم ماذا يقع؟ ردوا بالكم، ما الذي يقع؟ يقع ان هذه الفتاه يمكن انها تاتي اما مريضه ولا فيها شيء من الاشياء السندري، ما غاديش يسول عليها واش انت فيك مرض جنسي ولا فيك سيدا، وبعد وصلت هذيك الهضره هذه يسولها على السيدا، لا، فيدخلها الى البيت. والأسرة كلها تعانق هذه المرأة على أساس أن هذا السيد ظفر بكنز كبير، جاب لهم كنز، فماذا يفعلون؟ يرحبون بها، ها؟ يديوها للحمام، يديروا لها الحنة،
حضروها في العراس، استدعوا لها الجيران واستدعوا لها ورجب ويردوها. ثم هكا تبقى هي مع الشهر ولا شهر على حسب فوت العطله. في ديك المده فين تكون تبات هذه السيده؟ فين تبات؟ ها؟ فين تكون تبات؟ تبات مع ذاك الولد، لان ما بقاش تسنى حتى العرس ولا شي حاجه، ما عندهمش مفهوم العرس. قول لها صافي احنا وجدنا لك البيت الفوق انت وانت شنو علاقه هذا؟ هذا يتسمى زواج، هذا يتسمى هذا الزينه. الزينه الذي تحتضنه الاسره لانه في مقابل عرض من المال. وبعد ذلك لا يبارك الله في شيء. يمكن يمشي ذاك السيد تما ويمشي كذا ويقعد معها واحد المده ويكذب عليه وتكذبوا عليه، وربما يدير له اوراق ومن بعد يقول لا ما عجبتنيش. فعلا ما عجبتكش، عجبوك الاوراق راك ديتو. هل بهذا تبنى الاسر؟ بهذا تبنى الاسر؟ هكذا نحافظ على اسره مسلمه؟ ابدا. هذا شيء عرض زائل لا يمكن ان يؤسس حضاره ولا يمشي. ولذلك كان الناس الذين والحمد لله المسلمين ما زال فيهم وعي، تفل الناس هنا في اوروبا، هناك من لا يقع في هذا. في اوروبا وناس نعرف ناس اكثر محافظه على احكام الشريعه الاسلاميه من هنا. ما يقبلوش هذه المسائل تفوت عندهم ما يوقعوش فيها، وبعض المرات توقع لهم صدامات مع ابنائهم مع كذا مع المدرسه، ولكنهم ثابتون. لماذا؟ لانه بلا اسلام لن تكون موجودا. بلا اسلام ما عندكش شي حاجه نهائيا. قبل في بدايه الامر في بدايه الهجره اذا كان الناس يذهبون بعض المرات يكونوا اميين، يكونوا بعض المرات لاهيين كاع. يعني كاين اللي كان يشتغل في الليل وفي النهار باش يجيب الفلوس ويصيفط. تعرفون ان اوروبا ما تبناتش بيد الاوروبيين فقط، كان الاوروبيين، ولكن بعد الحرب العالميه الثانيه كانت مدمره. كانت مدمره. المانيا اش خلاو فيها الخصوم ديال الاعداد؟ كانت كلها مدمره. شنو يداو الناس؟ داوم يديروا حفله، مشاو بناوا الناس ومشاو واخذوا كذلك على عاتقهم استخراج المعادن. تعرفون ان بعض المدن التي كان فيها في المانيا مدن فيها فحم الحجر، اسن مثلا، اسن، من اين كان ياتي الناس؟ كانوا يدخلون في اعماق الارض ويخرجون في حاله مشوهه ويسكنون في غرف، ماشي في غرف، في حجر جماعيه، وكان همهم ان يحصلوا شيئا من المال يعودوا الى اهلهم. ما كانش عندهم. بعض المرات في بعض الصور كاين صور الانسان حين يخرج من المال لا تستطيع ان تعرفه، لان الاوروبيين كانوا يخافوا. يقول لك هذا المصيبه هذا غادي يقتلنا حنايا، لان هذا كاين واللي تالي هنا في المناجم ديال جراده وكذا كيعطيو ذاك شويه مسكين يسكتوا. لأنه هو يعطي الحياة وهم يعطون الفلوس. فرق كبير. كلهم انتهوا بالسيليكوز وسمحوا فيهم يمشوا. راهم يديروا الخير في جهات أخرى. أي الناس اللي يخدموا في الأنتراسيت وقعت لهم مآسي، واللي الشركات عطاتهم شي كلام، ما سولتش عليهم كي داروا ولا سولوا واش راه مراض ولا نديروا المسعف. أنتم تديروا إسعافات طبيه في 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 افريقيا وكذا، ما ديروا بعد هذوك اللي ديروا لا ما يسولوش عليهم، حتى يجوا 15 الفرنكو يمشي ويكمل في الفتيزيو ديال المستشفى ديال الصدر. على كل حال انا نقول لكم بانه هذا شيء يطول شرحه. حينما يفقد الانسان اعتزازه بالايمان يقع له اشياء غريبه على مستوى الأسرة، على مستوى التعاملات في التجارة، في أشياء كثيرة. وحينئذ النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أنه في آخر هذا لن يكون الناس فقراء، سيكونون أغنياء دارون رزقهم حسن عيشهم. بين أنهم أنتم تلاحظوا الحياة اللي يعيشها الناس الحمد لله حياة جيدة، حياة جيدة جدا، وعندهم آلات في تكييف وآلات الطبخ وآلات كذا وكل تقريبا الجميع. ومن قبل كان الناس يحتاجون الى الطعام فلا يجدون طعام، اذا اكلوا يوما لا ياكلون يوما اخر. ومع ذلك كانوا معتزين. وفي تلك اللحظه هذه كان استعمار، وبتلك الحاله وبذلك الاعتزاز بالايمان كانوا اخرجوا الاستعمار. كان استعمار قوى ولكنهم كانوا يرون انفسهم اعلى. استعمار اقوى ونحن أعلى من الاستعمار، ولذلك واجهوه. وكان دائما يقول لهم
فرنسا تقول يقول الناس احنا جئنا لنحضركم، احنا تعرفون هذه القضية دي، جئنا باش نحضركم انتم متخلفين، يقول له ما حد، نعم جئتم تحضرونا وتعلمون، ولكن هذا التحضير فيكم فيه رائحة البارود، فيه رائحة البارود، على شيء تحضرنا بالبارود معنى أنكم ها؟ وأحدهم يقول كل البناء بديس كان يشوف أحد الناس في البوادي، قلوا شنو فيكم هاد التمائم معلقين هادو؟ طبعا الإسلام لا يأمن لا يقولوا به تمائم والحروز، شنو اللي أسركوا دايرينها؟ واحد يقول هذا، قل له ابن باديس هذه التمائم، طبعا هم لا يقولون بالتمائم، العلماء لا يقبلون ذلك، ولكن هذه التمائم تنفعنا. فماذا يا شيخ؟ لأنها تقينا من عيونكم، تقينا من عيونكم. مهم أننا رتسلك نحن نجيبه أنا مزيح. هذا كان جهاد، كان ثم لذلك الاستعمار لما رأى في البلاد الإسلامية أن الذي النواة الصلبة اللي كانت اللي ما عمرها ما هانت هي العلماء، هي العلماء. وكانوا لذلك إذا ما يكون الالتحام ويكون كذا، ما كان أشد العذاب يسلط على العلماء، كانوا هنا إذن في حركة التحرر. ولكن مع ذلك الناس ما الآن لا يذكرون ذلك، وهذا تزييف للتاريخ، لا يذكرون أسماء العلماء الذين كانوا في الواجهة، والعلماء الذين كانوا في الواجهة كانوا كثيرين. أحدهم في العربية التبسي في الجزائر، كيف قتلت فرنسا؟ ثلاثة، كيف؟ أسلوب حضاري، أسلوب مخير، هم اللي كرهوا الإعدام، أخذوه وأغلوا الزيت ديال الموتورات وديك، ورفعوه فوق، علقوه، وأصبحوا يدخلونه، يدخلون الرجلة ويدخلون كذا، وينتظرون أن يبرأ من تبرأ من مما يفعل ومن من المقاومة، فلم يفعل، فما زالوا به كذلك حتى أدخلوه الزيت المغلي وقتل بهذه الطريقة. لماذا كل هذا الحقد؟ لأن هؤلاء كانوا يمثلون شيئا. لازم يكون إنسان فارغ، سال بمعنى فارغ، معنى تفعل به ما تشاء، إذا أعطيت 10 وما طوع لك ما طاع لكش زيد له وصل له 20، إلى 20 وما تبعكش زيد له وصل له 30. مهم مشكلة غفتة ماذا راك عندكم؟ ماشي في البيع، البيع كاين ولكن غادي يبيع بيعك نفسه إما. لذلك ظل هذا الإسلام الآن ظل دائما هو الذي حما هذا الناس. في فلسطين ما كانتش قبل، احنا ما نتكلموا على هذه الحركة الفلانية، شكون اللي كان في الأول؟ ها؟ كان الناس الذين كانوا يقفون هم علماء فلسطين الذين وقفوا، والآن مفتي فلسطين يقف ويؤخذ بعض المرات، وكان هو رجل كبير جدا ويمنع من أن يدخل المسجد الأقصى، لأن هذا ليس لأنهم ينتمون إلى جهة أو لأنهم يريدون أن تبقى العزة للإيمان، يخافون أن ينتهي إيمان الناس فقط، هذا الشيء لكي. فلذلك هذا الحديث الذي ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان، في آخر الزمان يكون الناس على في حالة رخاء، معنى ما عندهمش عذر أن يقولوا لا نحن لم نكن نجد، لا كاين، ولكن كانوا على هذه الحالة، فاستدرجهم الشيطان فوقع منهم ما وقعوا، ثم كانت قيام الساعة. ثم بعد هذه الحالة يكون هناك النفخ في الصور، أي النفخة الأولى، والنفخة الأولى هي نفخة النهاية، نهاية الحياة، انتهاء الحياة. هذا النفخ الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ذكره أنه يسمعه أول إنسان يحس بذلك النفخ هو رجل يكون مشتغلا يلوط حوض الماء لإبله، معنى أنه يكون يشتغل معنى إصلاح هذا الحوض بالتراب، يلوطه صوبه للإبل، فيكون هو أول من يسمع هذا ثم يموت، وحينئذ تنتهي الحياة على هذا النحو. فالذي
يكون فيه هذه الحالة من الفساد ومن اللهث ومن محبة الدنيا والتعلق بها على حساب الدين، هذا هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد هذا في حديث مسلمين. وهناك حديث طويل في هذا، والمهم أن هذا من المعتقد. ثم تنتهي هذه الحياة ويبقى بعد ذلك فراغ من الزمن، مدة، هل هي 70 يوما أو 70 سنة أو كذا لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ينفخ نفخة أخرى في هذا الصور، فيأذن الله تعالى بمطر كالطل. الطل هو هذا الذي ينزل في الصباح مثلا على الأوراق، ندى، هذا هو الندى، ورق مطر صغير، فتحيا به الأجسام، أجسام الخلائق. وبعد ذلك يأذن الله تعالى لها بأن تعود إلى حياة أخرى ليبدأ الحساب والعقاب. إذن معنى أن هذا مشهد يجب قراءة، وأشرت لكم المرة الماضية أنكم تقرؤون هذا وتستوثقون من هذا وتضعونه في حسابكم. دائما يدور الإنسان ماشي يجزع الحاجة اللي ما عجبتوش يمشي غير الجنة وراني كذا، حتى نفوتوا في هادشي. الجنة ما راها جزء مما نعتقد، ولكن الحوض نعتقد به، الصراط نعتقد به، الصور نعتقد، ولذلك كل هذه المعتقدات ما نخلوش فيها الفراغ، لأن ترك الفراغ هنا يفتح مجال آخر للشعوذة وللكذب وللدجل وما إلى ذلك. فنحن نأخذها من مصادرها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، ذلك يوم الوعيد، أي ذلك اليوم يحل فيه يوم الوعيد، أي يقع فيه يوم الوعيد. والوعيد هو الحديث أو العيدة بالشيء القبيح، وعيد غير الوعد، الوعد يكون بالخير بما تحبه النفس، وعيد بالشر، فيه حديث عن النار، عن جهنم، عن العذاب وما إلى ذلك. فهذا اليوم هو يوم الوعيد، يوم يتحقق فيه الوعيد ويرى فيه الوعيد. هذا اليوم إذا كان يقع فيه الوعيد فإن الوعد يقع فيه أيضا، وليس وعد يوما معنى يرى الكفار فيه الوعيد فقط، وإن يكون المؤمنون، المؤمنون يرون ولكنهم لا يرون الوعيد وإنما يرون الوعد، والفرق كبير، الوعد والوعيد. لكن لماذا ذكر الله تعالى في هذا الجزء ذلك يوم الوعيد؟ والأصل أنه يوم الوعد والوعيد. قال لأن الخطاب أساسا كما ستلاحظونه فيما بعد موجه ومتحدث عن الكفار، فكان الحديث عنهم مسترسلا، وهكذا سترون حتى في السياق، لأن الحديث فيما بعد سيتحدث عن، لأن التفسير وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، فيما بعد سائق وشهيد، قالوا كل السياق هو على الكفار، لأن السائق يناسب المأخوذ عن جريمة، السائق مثلا حينما تأخذ مثلا الشرطة يأخذون شخصا مجرما خطيرا، ما يديروش موراهم ويجيو يقولوا تبعنا، ما عمرهم ما يتبعهم، فهم يأخذونه من يمينه ويساره ويقدمونه لئلا يفر، شدوه منا وشدوه منا عدا ويديروا له الحديد في الظهر ديالو. إذن فهو لجريمته ولفعلته تلك التي يريد أن ينجو منها يجب أن يكون دائما أمام الذي يدفع، فهو يساق، وإذا قالوا إن السوق هنا هو الأنسب للمشهد، لأنه لأن الرجل هذا، لأن المأخوذ كافر، وسيأتي مزيد بيان في هذا في نص القرآن أيضا، لأن حديث لقد كنت في هذا ما لدي عتيد، لقد كنت، كل ذلك حديث عن كافر ليس عن مؤمن. إذا قلنا إن الكفار
هم الذين يساقون. ولكننا نقرأ في قول الله تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. سيق الذين كفروا وسيق الذين اتقوا، فالسوق استعمل للكافرين وللمؤمنين. هذا أسلوب في القرآن كثير، ويسمونه في البلاغة المشاكلة، أسلوب المشاكلة، بمعنى أن يأتي اللفظ بمعنيين، سيق وسيق. فإذا قيل سيق الأول بمعنى السوق الحقيقي الذي هو سوق للكفار، وأما سيق الذين اتقوا فإن السوق هنا بمناسبة حديث القرآن عن السوق ساقه، فهما كلمتان متماثلتان ومختلفتان في المدلول. وجزاء سيئة سيئة مثلها الأولى سيئة، فمن أساء إليك هي سيئة، ولكن إذا أنت رددت السيئة لا تكون مسيئة، المسيء هو البادي. ولكن القرآن لما كان يريد أن يخفف منها ويبعد الناس عن المقابلة، مقابلة الشر بالشر، قال سيئة مثلها، وجزاء سيئة سيئة، مع أن الأولى سيئة حقيقية والثانية ليست كذلك. لما قال الله: تعلم ما في نفسي، ونفس الإنسان معروفة، ولا أعلم ما في نفسك، لله تعالى. والنفس بالنسبة لله تعالى ليست كانت نفسي بالنسبة للإنسان، النفس في هذه الآية بمعنى السر. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، أي ولا أعلم ما في سرك. وهنا دائما يأتي القرآن بهذه الرحابة، بهذه الشساعة. كلمة نفسي ليست مقيدة في القرآن الكريم، لها معنى أصل نفس الإنسان مثلا، ولها معان أخرى موازية. كلمة نفس في القرآن متعددة المعاني، بعض علماء القرآن يحصي أكثر من 10 ديال الدلالات للنفس. كلمة تقول النفس قد تكون بمعنى السر، قد تكون بمعنى الأمهات، ظن المؤمنون والمؤمنات مؤمنون بأنفسهم أي بأمهاتهم خيرا، أمهات المؤمنين. والنفس في الفقه دم، ما له نفس سائلة ما ليس له نفس. هذا استعمال في العربية موسع لتبقى المعاني كلها، ومن الذي اختار المعاني؟ هو المفسر، المفسر الماهر الذي يدرس البلاغة ويقرأ السياقات ويرجح هذا المعنى على ذاك. ولكن اللغة العربية ليست منقبضة، مش شحيحة، لها دلالة واحد، مش لغة الرياضيات، لغة واسعة. وأنت تنظر في تلك المعاني حينما تقرأ تنظر. وذلك الذين يقرؤون التفسير في كتب عالية، في كتب عالية، كتب البلاغة، وأنتم تعرفون هناك من يبحث عن النكت البلاغية، ما نتكلم على الزمخشري، نتكلم على ابن عطية، فإنهم يلحظون أن كل قراءة فيها شيء من المعاني الكبيرة. وأنتم ترون الآن بعض الناس بدأوا يتكلموا في هذه البرامج جيدة، البرامج القرآنية التي تقدمها بعض القنوات، ده فاضل صالح السامورائي، لمسات بيانية، وعنده كتب يجبون يقرأها الطلاب العلم. هذا الكثرة اللي الطلاب خصهم يكونوا عندهم ذاك الشيء، ما يبقاوش يتكلموناش في ذاك السطحيات، ذاك السطحيات هي اللي غادي تهلك كل شيء. هذا لاحظوا أن الناس الذين يتحدثون عن الإسلام أو هؤلاء الذين لا يعرفون هم الذين بعد مرات يكتسحون. نحن نقول نتكلم بعلم اسمه البلاغة، اسمه البيان، اسمه البديع. هل تنكر هذا في حضارتنا؟ إذا كنت تحدث، أما تأخذ كلمة واحدة ولنا بعد مرات نتكلم بكلمة نخرج قبل ما حناش نعرفوا ما نقول، نتلفوا الناس ما يتكلموا. شر الناس، شد الناس عذابا، شنو هما مصورون؟ لا يجيو شي ناس يقول لك شد الناس عذابا المصورون، حديث السي محمد المصورون. احنا من الان هنا ديال الفوتوغراف ما كاينينش في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش موجودين. التصوير جاء فيما بعد منذ مده قريبه،
هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلق هذه الكلمة على الذين يصورون؟ إذا كيجي واحد يقول هذه الصورة حرام، وأشد الناس عدما المصورون، وتصوير كذا وما تديرش صورة ولا ذلك، كل شيء لك مقلوب عندك، هذا كل ما تفهمه مقلوب، لأن هذا الذي تتناوله الآن لم يكن من مدلولات التصوير في العهد النبوي ولا في القرآن. القرآن تحدث عن صوركم فأحسن صوركم ويصوركم في الأرحام كيف يشاء، كل ما كانت واش كانت عندنا فوتو في الأرحام يصوركم في الأرحام، كن يدخلوا التصويرة معنى تشكيل، أن الله تعالى يشكل هذا الإنسان على هذه الصورة على هذا الشكل طولا وعرضا وكثافة وما إلى ذلك، هذا معنى التصوير، ما كانش آلة ديال الفوتوغراف غادي يصورك في رحم أمك، كان يشكلك الله تعالى شكر في كل كلمة صوركم فأحسن صوركم دائما في هذا المعنى، ماشي كان الله تعالى صورنا بمعنى وقفنا قبل دارنا صورة ديال الكوداك، هكا معنى هكا راه كان اللي فهم تخلط له المسائل، إن الزمن يتخلط له قال أي بعض المرات يختلف على الإنسان، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، أي يوم تقوم الساعة يقول المجرمون يقسمون يقول ما لبثنا إلا 60 دقيقة ساعة، ما كانتش الساعة في هذا في عهد التنزيل، هذه الساعة ما كانتش هذا المعنى، الساعة التي هي هذه 60 دقيقة إنما احتيج إليها في وقت آخر تطورت فيها مدلولات الوقت، وأصبحنا نتحدث في العصر العباسي تكلم الناس على الساعة، وحنا نتكلموا على زمان التنزيل. الساعة في اللغة العربية الجزء القليل من الزمن فقط، فإذا فسرت الكلمة بغير ما كان معهودا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت في الحقيقة تعبث بالتفسير، غادي يجي واحد أيها الإخوة كذا يوم المجرمون يقسمون ما بقوا إلا 60 دقيقة، ما كانتش 60 دقيقة ذاك الوقت كاع، ما كانتش 60 دقيقة، كان المعنى أنهم أقسموا أنهم ما لبثوا إلا زمنا يسيرا انتهى. إذن هذا طبعا الحديث عن هذا السوق والبعث وما إلى ذلك مذكور كما قلت في القرآن الكريم، ولكن بقيت جزئية واحدة تركتها وهي أعود إليها، وهي أن الله تعالى لما قال سمى هذا اللي سماه يوم الوعيد، ولكن قلت لكم أنه ليس وعيد يوم الوعيد فقط بل هو يوم الوعد، فالمؤمن يتحقق لهم الوعد والكفار يرون الوعيد صح، لكن القرآن ذكر الوعيد فقط لمناسبة أنه حديث مع المشركين، هذه واحدة. ثم لأن العربية لغة، احنا كنا نتكلموا على العربية نريد ندبزوا معنا الناس، ما تكلمش على العربية، أنا كنت نتكلم على العربية ما نختصم حتى مع واحد آخر، ما ندبز لا مع الإنجليزية ولا مع الإسبانية، وأنا نتكلم على العربية، ماشي لما نقول كان ندبز لا راك اختصمت معنا، ولكن إن أنت ما تفهم والو وعمرك ما تفهم، تتفهم تتلقي الخيوطة هذا السلوكات تبغي تلقيهم فقط، أنا نتكلم لك على العربية التي أعرفها أقرأها، أنت كنت ما تقرأهاش تعلم ولا رسل في حالكم رسل داركم، ولكن ما تمنعش بأن نقرأ القرآن، لأن كل ما نقرأ القرآن نحن نقولوا إذا أنتم راك عندكم خصومة مع علاش الله يهديكم أنتم، قراني أش نقول أنا، هذاك في راسك هذاك اللي تقولوا هذاك في مخك هذاك المرض ديالك، ماشي اللي أنا ما قل ما قلته هو الذي يعنيني وهو الذي يلزمني فقط. إذا هذه العربية هي لغة فيها إيجاز واختصار ولها عبقريتها، ولا أحد قال غير ذلك، ناس كتبوا عن عبقرية اللغة العربية، كتب العقاد كتب وغير واحد من الزمن القديم يقول اللغة لها خصوصية، واللغة القرآنية لها خصوصية أكبر، فإذا قلت هذا وسكت عن غيره لأن الناس سيهتدون إليه ويعرفونه، فإن هذه الظاهرة في العربية تسمى ظاهرة الاكتفاء، راه اكتبها الاكتفاء، أن تذكر شيئا وتكتفي به عن غيره، فهذا الذي نفتح به نسميه مفتاحا، ولكنه لا يفتح حتى يكون قد أغلق، وإيش يفتح إلى ما أغلقت،
فقبل أن يكون مفتاحا هو مغلاق، لكن الناس سموه مفتاحا ولم يسموه مغلاقا، ولم يقولوا مفتاح مغلاق أيضا. لماذا؟ لسبب: أولا لئلا يتقل على الكلمة، فهي هو الواقع أنه مغلاق مفتاح، هو مغلاق مفتاح، لكن يقول إنه مفتاح انتهى الأمر. وبما أننا اخترنا أحد الاسمين وهو المفتاح بدل الإغلاق، فلأن الفتحة فيه معنى التفاؤل، فنحن تفائلنا. هذه جوج الظواهر عربية عربية، فالذين لهم ذوق غير عربي يحملون هذه الأذواق على اللغة العربية ويريدون أن يفرضوا عليها. هذا هو أسلوب الاكتفاء، وهو كثير في القرآن الكريم. إنما إحنا لما ندرس العربية في قواعدها يجب أن ندرسها. ثم طلبة العلم، أنا نقول لكم أراكم ما تقدموش لشي حاجة أحسن من أنكم تقرأوا اللغة العربية زيانة، بصرفها، بنحوها، ببلاغتها، ببيانها، ستقدمون للناس شيئا كبيرا. لأن الذين يسيرون بغير هذه الأدوات إنما يتخبطوا كيف ما كانوا، بغاوا يكونوا أصحاب الدين ولا خارج الدين. هذه أدوات ضرورية، والعلماء اشتغلوا وبذلوا جهدا كبيرا في هذا، يجب أن لا يتوقف، لا ينقطع، لا يضيع ذلك الجهد. وقرأوا اللغة العربية وقدموا للناس هذا. اللغة العربية الحمد لله لغة الآن في العالم معروفة، وهي الآن مستعملة لغة العلم ولغة المحاضرات في 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 لغة الآن يدرس بها الطب. إنما دائما هناك ضغوط أخرى فقط، ولكن حينما تتعلم اللغة العربية ستعرف أنك ستقدم للناس شيئا كثيرا. على كل، هذه الظاهرة التي قلت حدثتكم عنها، وهي ظاهرة الاكتفاء، يمكنكم أن تعودوا إليها في كتب البلاغة وتنظروا تجلياتها في الكلام العربي، وهو كما قلت يعود دائما إلى معنى الاختصار. كاين شيء أخرى أحدثكم، وناس دائما ما يعرفوش جمع مذكر سالم، ما يعرفوش بأن جمع مذكر سالم يعني أيضا مؤنث. جمع المذكر السالم يعني المؤنث أيضا من باب الاكتفاء. وفي بعض المرات لا يقع، هذا بحث في الأصول، أصول الفقه، رغم أن العربية تميز بين المؤنث والمذكر، ولكن في أصول الفقه يقولون إن جمع المذكر السالم يشمل النساء إلا ما كان خاصا بالنساء، فحينئذ يكون التمييز في خاص فيما هو خاص من خواص النساء، ولكن فيما سوى ذلك ليقع اختصار. القرآن كله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قولوا شنو؟ هذا آية خاصة بالرجال؟ إن الذين آمنوا معناه أنه يشمل النساء والرجال للاختصار، ولبيان أن النساء والرجال متماثلان. الحالات الأخرى التي كان فيها المسلمين والمسلمات والمؤمنين القانتين والقانتان، فلأن المرأة ظنت أنها لم تذكر في القرآن فذكر الله ذلك. وما سوى ذلك مما يكون خاصا بالنساء هو الذي يعقب القرآن به ويذكره. هذا مبحث في أصول الفقه، ربما مرة من المرات نتكلم، هذا مبحث لغوي أصولي، والذي يتكلم عن الأشياء العربية والمتصلة بالعربية يجب أن يكون على بصيرة من هذا. حتى بعض المتدينين، شو أنا قلتكم مرة، فلان غفر الله له، شي واحد يتمشى ولا شكون من كان قال لكم غفر الله له؟ هل تشهدون له بأنه غفر فلان رحمه الله؟ ما تقول لا غفر الله له ولا رحمه الله ولا لعنه الله ولا شي حاجة، يقول والو اسكت، لأن تل الأخير وشو يا سيدي، غفر الله له هذا بماض في معنى الإنشاء. العربية واسعة في هذا. هناك بعض المرات طلب إنشاء طلب لا يذكره أصلا، يقولون إذا قلت لشخص ما إني جائع، إلى أين، إلى أي شيء يتحول هذا؟ إلى معنى الطلب، أي أطعمني. إني جائع، مشان واحد يصدق علي الله يخليك أنا جائع، ايوا ما انا جيت تخبرني بلي جاعت، قول واه صافي اني عرفتك، بليد هذا اللي يقول انت جيعان، ايوا صافي صافي روح الله يهديك، ما جيتش انا نخبرك، انا جيت اقول لك بطريقه معينه اني جائع فاطعمني.
لذلك حتى حينما دعا نوح إن وعدك الحق وأنت كتاب الحاكم، قال بمعنى أنه أريد هذاك دعاء وفيه معنى ورد القرآن إنه ليس لو لم يكن قد أخذ ذلك أخذ ذلك على مأخذ الأمر أن طلب أنه يطلب لابنه النجاة وكذا كذا ما قال الله له ذلك إنه ليس من أهلك إنه من أهلي وإن ما فيش خط ما فيش دعاء فيه بحل إخبار والله يعرف أنه من ولده. إذن هذا كما قلت لكم من اللغة العربية وأنتم إن شاء الله تدرسونها وتدركون بها لنحتاج عدم نحن قلت لكم هذا اللي غفر الله له وهذا شيء واحد منك ما تقولوش غفر الله له ما عندنا شيء لأنك ما تعرفش البلاغة السي محمد سكت علينا أنت غفر الله له أي نسأل الله أن يغفر له رحمه الله ماشي خبار وأنا عندي واحد يتمشى نشت واحد يمشي واحد يتمشى في المقابر ويقول شكون اللي خلكم غفر الله أتفترون على الله لا. يا ودي أنت اللي ما فاهمش احنا نفتروا على الله يهديك روح تقرأ روح تقرا هذا احسن من توجه الخطاب والعتاب ثم احنا نوجه للناس العتاب على ما انت غير متاكد ما انت عالم ما انت كذا غير تنعست واحد ايامات في الجامع وجيت ووليت فقيه واش كاين غادي نديرولك فهؤلاء هم اللي فعلا لان هذا يضيق على الناس ويمشي واحد يقول هل ولده قل ما تقولش غفر الله ولا ما تقول وخصنا نقلعوها من الكتب نقول فلان رحمه الله فلان رضي الله عنه او فلان كذا كذا الله يهديك انت يا غلطه واحده غتطلي بها كاع العالم وهذا هو التشدد دائما يجي بها في عقاب الجن نسال الله سبحانه وتعالى التوفيق والتسديد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلم على المرسلين.